السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه ديالي. اليوم فيديو غيكون شويه سبيسيال، ما يكونش بحال الفيديوهات الاخرين. جينا عند سليم وميمته، واحد القناه اللي عندنا معروفه في قنيطره بزاف، وكنت ديما باغا نمشي عندهم ولكن مكتسنحش ليا الفرصه. ولكن اليوم جينا انا والعائله ديالي، انا بابا وماما، وجينا عند سليم. ياك سليم، مرحبا بكم كاملين. ها هو سليم. مرحبا بجميع المتسبيعين ديال رانيا. مزيان سليم، كلشي بخير. قناة سليم ديال رانيا وسليم. يلا البنات، بغيت كلشي يدخل عند سليم يتابونا في لاشين ديالو. غادي نخليها ضروري في الصندوق ديال الوصف باش تدخلوا كاملين تابوناو عنده. الفلاش راه داير الفلاش. حيدي الفلاش. يلا دخلوا كاملين تابوناو عنده. غنخلي لكم القناه ديالو في صندوق الوصف. حنا اليوم جينا نجلسوا معاهم شي شويه ونشوفوهم ونعرفوكم تنتوما عليهم. خليكم معنا. باش الضو. لا لا مزيان مزيان. مزيان صافي. مزيان الضو، مزيان الضو ديال ربي. سيدي ربي. سي سليم مرحبا بنا عندك. ما باغي نتلف. خليها هكا، خليها هكا، خليها عافية عفوية. يلاه سليم شي كلمة. هذا الفيديو اللي غنصب قناتي ولا قناتكم كاملين. المهم اخوتي، نتوما عارفين مزيان ان بزاف ديال الاشخاص كيقولوا لي في التعاليق شو شي يوتيوبر قنيطري لي يدعمك، شو شي يوتيوبر قنيطري لي يدعمك، علاش اليوتيوبر القنيطريين ما كيدعموش بعضياتهم؟ وبزاف ديال الناس قالوا لي نسو العائلة ديال أخت رانيا راه دعمك والله يعمر دار. أوه هيا زارني، وهذا شرف لي كبير بزاف. شرف لينا حنا، شرف لينا ثانوي الصراحة. من خلال اللايفات اللي كندير بزاف ديال الناس كيقولوا لي، خصوصا هاد العائلة تجد صورك بس دعمك، راه تلقى بزاف ديال الاقبال من عند الناس. والحمد لله لبا وطالب ديالي، وهذا شرف لي كبير بزاف. المهم ما جات تبت على راسك شويه عليك، خذ راحتك. ماشي انا قضية تفادك. المهم خليكم معنا حتى الاخر ديال الفيديو، وكنتمنى انكم تستمتعوا فيه ان شاء الله. هادي قلت تصوري صوري، هادوك يكونوا جوج. هادوك اللقطه ديال علاش مع الوالي، مع الوالي الفوبيا ديال الكاميرا، الفوبيا ديال الكاميرا. غادي نصوروهم خاصك تباني باش يبان كل شيء. ماما بينوها يبقى تباني معانا حنايا. راني غير داك الدنيا اليوم لا تباني اليوم. سدي الجاكيت، سدي باش تباني، سدي البيت. لا 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 ما تباني معانا لا ديريك. انا بالنسبه ليا والله جمع ليا شرف كبير. انا شرف ليا كبير هذا الشيء عند سليم. والله زعما كما قالت راهي ما كانش عندنا الوقت وصافي، هذا هو المشكل. والحمد لله حنا جينا نشوفوا السيد، تحتنا الفرصه اليوم، تحتنا الفرصه. وانا اللي كنطلب زعما من المتبعين لا ديال رانيا ولا ديال سليم، هاد الولد هذا راه ما كيشوفش بان اليوتيوب، راه ما كيشوفش فيه من الناحيه الماديه ولا هادي، هو باغي غير من الناحيه المعنويه. يحس بان ناس حاسين به، كيشوفوا فيه، كيهضروا معاه، كيديروا لي كومونتير معاه، هذا هو الفضل هو عنده. وكيقول بان باه قال لي دابا، قال والله ما انا ما كنشوفهاش من ناحيه الفلوس، كنشوف غير من ناحيه ديال ولدي الناس يدعموه ويحسوا به. ما عرفت شنو قبيله كنت سالتي واحد السؤال سي سليم. قلت له علاش ما دخلتيش المدرسه؟ ماما كاين مدارس ديال خاصين، خاصين ديال الدراري بحال هكذا. ياك سي سليم، جينا نهضروا في هذا الموضوع، خليني ساكتين وبعد. لا بالعكس، باش نكون واقعيين غير متوفر. انت اللي عايش على وبزاف ديال الاشخاص كيسمعوا الادمان ديال ذوي الاحتياجات الخاصه. انا ندي ولدي الحمد لله غادي يقرا، الحمد لله كذا كذا، وانا
الادماج تسمعهم ما كاين لا ادماج لا والو. شنو هو الادماج؟ كيشوف جمع مخش على الاعاقات بقاي في واحد وكيكبوا لهم في طاوله طويله اللعاب لعبوا 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 كيشعلهم لهم التلفازه وصافي ما كيديروا لهم شي حاجه باش يخدموا العقل ديالهم. لا دابا المشكل قال ديال مختلف الاعاقات. لا دابا هذا هو المشكل. هو مجموعه بزاف ديال واحد اشمع الاعاقه كيحطوا مع الاعاقه الاخرى. لا دابا التوحد يكون بوحدو. اه هو المهم الشيء اللي خاصو بوحدو. انت اللي يكون بوحدو. انت اللي سليم زعما عبر عبر للناس سليم. هضر مع الناس ماشي عبر لنا حنا بلاصه بغينا نفهموا هذه المساله. سي هضر وعارف شنو كيقول صراحه ماشي ولا تادب بلا قال لي شي حاجه. شنو سليم قال لك عنده مستوى دراسي خامس ابتدائي تبارك الله عنده واحد الطريقه كيفاش كيهضر فيها زوينه والله الا مصطح زعما باقي صغير كيهضر بهذه الطريقه. سيهضر بهذه الطريقه الاخراني. مرحبا بكم بعدا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وكنشكرك على هذا الدعم. مرحبا مرحبا. هذا في سبيل يعني داكشي اللي كاين. انا كل ما تلاقيت الشويره ديالو ما كنتش نعرف. انا اللي شجعني وهو حسيت بان الام ديالو فاش كتهضر معنا هذيك النهار ما شي كتقول لنا اليوتيوب بغيت باغا من الناحيه الماديه يعني باغا ولد يفرغ داك يفرغ هذاك الشيء. دابا هو قال واحد الكلمات يمكن كان ضارينه في قلبه. لا لان اليوتيوب دابا بالنسبه لي هو المدرسه. دابا راه ولا اليوتيوب ولا القاعه عائله ديالك. القاعه عائلته باش يخرج من تلك الامور. هو انا باش حوايج ما كنتش عارف هو قالها من دابا. حيت الدوله تعتاوي الحزاب خاصه جداد الحكومه. دار في واحد البرنامج على ثلاث مستويات. المستوى الاول هو الادماج. شنو هو سليم السبب ديالك باش درتي قناه اول مره؟ اللي خلاك دير اليوتيوب يا في الاساس السبب الرئيسي وهذه حاجه واقعيه مزيان انني مول ما توقفت على الدراسه فتحت هذه القناه ولكن بكل صراحه ما كنتش خدام عليها باش نكون معك صريح في النقطه. ما كنتش خدام عليك كنت دايره على اساس هوايه. ما كنت دايره في الاول ديال في الثاني بديت كنوعى قلت انا خاف بحكم انني اول يوتيوبر من دول احتياجات خاصه في المغرب وهذه حاجه كنفتقر بها بزاف. قلت مع راسي علاش ما نهضرش على ذوي الاحتياجات الخاصه في المغرب وناقش لان انت اللي كتعيش الشكل ديالهم. وبالتالي ما زادت القناه شويه. قلت انا كيشوفوني عقليات مختلفه كيشوفوني جنسيات مختلفه كيشوفوني ناس مختلفين في العقليه اللهم نحولها لقناه متنوعه. ودابا خدام عليها انا والوالدين ديالي. الله يخلي عليا الوالدين ديالي واقفين معايا بشكل كبير الصراحه. امين. وكنتمناو حتى هاد الناس اللي يسمعوا هضرتك كنتمناو حتى هما يدعموك يدعموك ويدعموك. وبالنسبه للاب ديالك واحد كنا كنهضروا قبيله وقلتي لي بان بالنسبه لهاد القناه ديال سليم يعني انا كنفتخر حيث اولا كانت هي كحل لان يعني من بعد ما توقف من المسار الدراسي لاسباب لان الحكومه ولا الوزاره الوصيه ما موفره حتى حاجه لهاد الناس هادو. ما كاين لا دعم لا مدروس لا تمريض لا ترويض لا نقل لا تا حاجه والو. ومن بعد يعني انا ملي توقف من المدرسه انا كاب كنحس بان ولدي غادي في اتجاه ديال الاميه. والحمد لله ملي دار هاد القناه هو كيشوفها في الاول كتاك ولكن كاب انا من المنظور ديالي كنشوفها على اساس هي المدرسه ديالو الثانيه ديالو ومتنفس ديالو متنفس وهي المدرسه يعني خرجته من هذاك الازمه النفسيه وخرجته من كان وصل حتى لقضيه الاكتئاب يعني ماشي سهله حيت هو كان من المتفوقين في الدراسه ديالو. ما سهلاش يفرح المدرسه وانتم كنشوفوا الخير ودار اللي هو اللغه باش كيتكلم مع الدراري وكاع الطلاقه الحمد لله كيتكلم بطلاقه رغم انه ما كيكتبش عن طريق السمع والحمد لله الحمد لله. ويا ما كاين لا طمع في القناه لا من ناحيه لا مكاسب ماديه لا والو. الحمد لله ربي عطينا كنعيشوا كاي مواطنين ما كنقلبوا لا على
هذا انتما كتسمعوا الاب ديالو اش قال ياك هو ما كيشوفش الناحيه الماديه وهما الوالدين راه بصح ما كيشوفوش ولادهم ما كيشوفوهمش من الناحيه الماديه كيشوفو ولادهم يبغيو ما يكونوا مزيانين باكين باكين تاع انا ابتانا انا كنبغي انا ولادي نشوفو غير مزيانين حتى انا نخليهم مزيان ديك الطرق صح كما قلتي حسيتي ولدك بان بحال اللي غادي الطريق الاميه الطريق الاميه كان غادي 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 في طريق مصطفى من الله نتمنى الله نتمنى الله زعما هاد الكلمه اللي قلتي ما تكونش تشجع مع الدراري انا كما نقول للسي سليم سليم تقف راسك بيدك كاين الانترنت كاين التلفزيون كاين هادي تقف راسك فهمتيني وان شاء الله حنا كنتمنوا الله يدعموك في هذا اليوتيوب هذا باش تلقى الناس اللي كيوانسوك المناه ديال الامنيه ديالي نبغي الناس يوانسوك حتى ماشي يتعاقبوا معاك ولا شي حاجه كنا توانسوا معاك حنا كنا ولاد 9 شهور كتبوا لي ان كومونتير و تيقراها حنا كنا ولاد 9 شهور واحد شحال واحد تيقول دخلت الدافع نكتب عليكم دخلت الدافع شحال تيكتبوا في الكومونتير دخلنا الدافع بان احنا من الان دافع الشفاعه هكا اللي تسوها في الاخر ولا اني قال لي انا هذا والله دابا نقدر نسمع واحد كامل الامور كامله لله ياك وما يهضرش بالطريقه اللي كيهضر بها السي قبل ما نصوروا ماشي هو اللي خلاني نتشجع دابا باش نهضر معكم دابا بهذا الموضوع لان تبارك الله عليك تبارك الله عليك وشان بوك الله يعاونك سي سليم وما تحاولش اي كومونتير ما يعجبكش تحاول ديها به شجع وسير الامام هي الصراحة هي الصراحة انا ما كنتيهاش في الكومونتيرات اللي كيسيئوا ليا وهادشي ما كيعنيش انني ما كنتيهاش في الانتقادات البناء كنتقاد البناء اكيد راه نتقبلو بكرة حافة هادشي اللي كاين تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك ايوا واش غنقول لك الله يعاونو الله يعاونكم حتى هما الوالدين هذا راه هو اعز تبارك الله عليه والله انا بحال دابا انا ما كانش عندي فكره ما كانش عندي ولكن هو عطاني الفكره يعني قال لك يحطونا حنا كنا لا 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 الاعاقه المختلفه كيفاش قال لها وانا ما عرفتش هو الادماج ديال الحال دابا كانوا دايرين لهم قاسم دابا راه يقدروا يسمعوا هذاك الاسئله ديال القاسم دايرين لهم قاسم تيحطوا الالعاب وتيخدموا لهم دوزان الاعاقات المختلفه كيفاش قلتي لها كيعطيهم اللعاب تخيل كي حطونا في قايم مختلف الاعاقات مختلف الاعاقات اللي اعمى اللي اعاقه دينيه اعاقه حركيه الثلاثي السيف غير ما نعرفش شنو وشنو كيديروا شنو هي القرايه ديالنا اول قرايه في العالم ما كايناش فيها كتب اول قسم ما فيهش كتب هذه في المرحله الاولى هذا الادماج يعني على اساس باش يهيئوه باش يدخل البرنامج تاع مسار كان دار في الحكومه وبالتالي لقيت واحد الاساتذه الله يسمح لهم بدون ديك الاسماء طبعا انا ما كنعممش كلش كاينين شي اساتذه اللي عاونوني باش نطلع وعاونوني شجعوني انهم كاين وقفوا بجنبي تحييهم من هذا المنبر ولكن كاينين شي اساتذه الله يسمح لهم كتجي قدام الدرا عليهم اقسم لكم بالله تقول انت معوق انت ما تستحقش تكون هنايا انت قدام الدراري كتقول هادي اعوذ بالله من الشيطان ويقيلها سبعو تصور كيهز سبعو كيهز سبعو وتبقى هازو وتيقول لي ما كنتش باش نجاوب ولا جيت وقف تعطيني بالضبط انا كاب ملي كنمشي وكتقول لي الطابله ديالو خاصه بوحديتو باش ملي كنمشي وكتقول لي الاستاذه هذه اللي جايبه يعني الدوله راه دارت هذا المسار يعني عنده حق ميزانيه ديالها عنده حق وكتخلص هي هذه المسار اذا الدوله دايره بان هذه ماشي بلاصتو هذه ماشي بلاصه المعاقين ايوا اذا الدوله ملي تيار الدوله راه دايره بها دايره لا دابا هنا الدوله دايره اللي عليها هذوك الناس اللي غيطبقوا هذوك ما كيستحقوش يعني كيفاش شنو كيفاش الاحساس ديالي يعني وصل الاعدادي خاصو المرافقه وخاصو اللي يطلعوا الدرون وخاصو الاساس ديال المؤهلين
وثلاث اربعه الموال عزادو دابا حنا راه ما كنهضروش على راه ما كاينش هاد الحالات لا كاين حالات مازال هذا راه كتخرجوا ويشوفوا وعا وكلشي راه والله العظيم ما كيخرجوا من الدار امال الحاج هاد الشيء راه ربي عرفتي هاد الايام هذا جات عندي تعرفي تسمع الضيافات عزيزه يا باش الانسان يتفكر ويتذكر الله سبحانه وتعالى عزيزه كبيره هذا اللي جيتو عندنا والله مرحبا بكم والف مرحبا مرحبا بنا انت سليم مرحبا بكم والله العظيم لما نهار كبير ما عندكش راسك انا تخليها انت ماما اللي حنا دايرين هكا انت ماما اللي هاد الحاجة من الطبيعة ديالي مكنعملش لكم مفشش بزاف ياك مدلل حيت مفشش راه كيكون زعما ضعيف ضعيف ولا زعما انا قوي زعما انا قوي زعما لا خور ولا شوف لا انت حتى انا ما بغيتش واحد يقول لي مسكين خاصني عليه حتى انت صوتي عليه خاصني تكوني عزالي اما اللي يجي يقول لي ديري لي خاطرو والمهم ها تيجي كانت تيجي باه من الخدمه بحال هكا تيدخل تيجي عنده سليم اش درتي في المدرسه درتها مزيانه ولدي مزيان تيبقى معاه بحال تيمشي عند خوه تلقى داك راه تيسمع غواتات ونوضيع واحد المره قال له غير انا ديما مزيان زعما ما صلغتش زعما ما تصغوش انت يا امل شوف الكرم المغربي مرحبا تستاهلوا كل خير الكرم المغربي انت يا امل راه قالت كنجي نشربوا غير كاسات هاي لا قالت لي شنو ندير لك شنو نطيب لكم هذاك لا لا غير كوز داتا نشرب معك كاسات والله العظيم عدلتي راسك والله العظيم ربي يخليك الله يحفظك ربي يخليك ما ننساش خيركم انتم والله العظيم ربي يحفظك ربي زوين كتعطي شي حاجه طاب وغير شي حاجه خايبه انا ما بنتي دابا ما لقاش فرصه بحال داك البدايه الوالده ما بغاتش تبان اخويا ولكن عاجلا ام اجلا غادي تبان بغيتي ولا قراتي شي نهار غادي تبان غادي تبين لك غادي نبدا خالتي امل قول لها هانتي دابا مناسبه معايا غتبان مرحبا ابقى دائما بالذكرى ديالك بنت اول بين بنت مع امل مرحبا الله يبارك لا تعتبريني بحال اختك كبيره ولا ماماك ولا ربي يخليك والله ربي يخليك وسليم بغا تكون حتى ولدي من ولادي ياك هذاك الشيء اللي كاين عرفتني مرحبا والله العظيم سبحان الله تلاقيتها غير صدفه ما سبحان الله خرجت لقيتها غير صدفه ملي قلتها لها قالت لي مرحبا والف مرحبا العظيم الا مرحبا جا الحاج مسكين حتى هو كيضحك جيت عند سليم والله قلت له هو يقول لك قلت له شوف سبحان الله العظيم قلت له ولدي هانت راه مراش فحال حاجه كتبغي والله العظيم كت الا مشيت دخلت للخدمه صافي ما كتبقيت نسيق برا ولا خرجتي برا صافي والله غدا جالسه والله العظيم شنو نقول لك لا 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 اللي بغيت ندير غلط الاول ندير ريش صحتك صحتك تستاهل كل خير هي الناس باش كيحاولوا يديروا توا الحلوه ديالهم لا لا قلت لنا في وفاه ديالك صحه الله الحلوه ديال سالي اللي جابوا له اللي جابت له رانيا هذه كنخليها سالي وغير بوحدو ياكل هي هذه هذه سالي صافي عقب اليوم صافي كلمه كلمه اش غنقول لكم السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم اليوم ان شاء الله لا هذه حطها في الماء سميتها لا بعدا هضر معاها مرحبا بالحاج واختي امال ورانيا مرحبا بهم ونهار كبير هذا اللي جاو عندنا فيه وتحيه لهم كبيره وثاني يوتيوبر غيجيو عندنا من هذا المنبر تنقول تحيه للبهجه القناه ديال البهجه تحيه لهم تاهما كبيره اللي شرفونا والاخت رانيا
اللي ما رداتهاش في وجهي من اول كلمه قلتها لها قالت لك مرحبا والف مرحبا ويشرفني نجي عند سليم. لا هي ولا الحاج ولا الحاجه الله يجازيهم بالخير. نتمنوا للي حاجمنا هذا الشيء اللي نقول تحيه لكم كاملين واللي شاف الفيديو. كنطلب منكم فضلا وليس امرا تعاونوا سليم وتشجعوه. هذه خديتيها مني ديال اختي عليها. كنت كنقول لها عادي بالفيديوهات ديالها شويه قلتها دابا حيت اش غتقول دابا المتتبعين ديال رانيا. تحيه لكم كاملين وكنتمنى من كل قلبي انكم تشرفونا في عائلتنا الصغيره. متاكد 100% ان القناه ديالنا غادي تعجبكم. تحيه كبيره من قناه سليم وميمتو. يلا دخلوا كاملين تابونا في لاشين ديال سليم وميمتو. يلا بغيت كلشي يدخل حتى واحد يقول لي ما دخلش عنده. يلا دخلوا كاملين تابونا في لاشين ديال سليم وميمتو. واللي اجا من طرف ديالي خلي لي كومونتير في اخر فيديو ديالو ويقول لي انا من طرف رانيا بلوك عائلته. خليكم معنا في الفيديو. مرحبا بكم. الفيديو ديالي اللي كتوني عاد دابا وصلت للدار. صراحه كنت غادي نسالي الفيديو عند سليم وميمتو ولكن قلت لا، قلت باغا نقول واحد الكلمه ليكم حتى نكون انا وياكم ونكون في الدار. مين سيت العراضه مع سليم وميمتو دزت الخدمه جلسنا شي شويه وصلت الوقيته اللي كنمشي بها للدار مشيت بحالي. اللي بغيت نقول لكم البنات اليوم دوزت واحد سويعات زوينين مع سليم والوالده ديالو. صراحه لا عمرها دار دوك الناس زعما ظريفين بزاف وماكنتش كنتوقع بهذه الطريقه زعما غادي يعجبني الحال. كنت لقيتها واحد النهار حدا كاين خامول بالضبط يمكن حتى كاين خامول حتى كاين خامول كنت لقيتها ووقفتني الوالده ديالو وقالت لي رانيا فلوغ. قلت لها يا لالا مرحبا هذه سلمت عليا قالت لي طلبك واحد الطليبه. قالت لي الوليد ديالي من ذوي الاحتياجات الخاصه وما كرهتكش جي تزورينا في الدار ديالنا وديريه معاه واحد الفيديو. قالت لي انا الهدف ديالي من القناه ديال ولدي ماشي فلوس ماشي حتى حاجه، الهدف ديالها هو تخلي الولد ديالها فرحان وهو كيلقى داك المتنفس ديالو في داك القناة. قلت لها على الراس والعين راه دازت واحد المدة. المهم راكم عارفين المشاغل الخدمة الدار الوقت كيجري راكم عارفين كتكون عوال داك الحلوة داك السيمانة كتستقصى سيمانة اخرى. صافي نطلق ديك قلت لماما صافي خصنا نمشيو. صافي مشينا عندهم. صراحة سليم ظريف بزاف داك الولد وذكي بزاف ذكي بزاف كما لاحظتوا في الفيديو. شو الطريقة كيفاش كيهضر فيها شو الطريقة اللي كيفكر فيها. زعما واحد الدري اللي زعما عنده واحد القدرات خاصة نقوله ماشي من ذوي الاحتياجات الخاصة، عنده واحد القدرات خاصة اللي يمكن واحد يكون زعما كامل وكمال لله يقدر بيكونش كيفكر بهذيك الطريقه وميكونش كيهضر بهذيك الطريقه مع العلم باللي هو قرا حد الخامس ابتدائي يعني ما كملش القرايه ديالو. كما قلتو كان كيعاود لكم على المعاناه ديالو في القرايه كان باغي يكمل القرايه ديالو ولكن ما كانوش مدارس خاصين بهاد الوليدات بحال هكا. هذا هو زعما الحاجه هو اللي زعما هو ما عاجباش باغي يكمل حتى القرايه ديالو باغي يستغل دوك الحواس ديالو وباغي يقرا مثلا بالسمع مثلا دي فيديو بحال كيكونوا ثقافيين. داكشي اش بابا قال لي بقى تفرج في البرامج هكا واحد كيتثقف اكثريه كما قال هو ما كاينينش مدارس للناس او ذوي الاحتياجات الخاصه. زعما هذا هو الطلب ديالو. وقال لي كندير واحد الفيديو بغا اليوتيوبرز القنيطريات ولا الباطيات ولا اللي كان بغاو يزوروه عنده في الدار ويدعموا ليه القناه ديالو. وانا ما كنتش من رافضين لهذه الفكره بالعكس كنت باغا نجي عنده للدار وندعم عليه القناه. الفايده ديالو البنات راجل ونص تبارك الله واقفه مع الولد ديالها باغا تدعم ليه القناه حيت هذيك هو المتنفس ديالو كما قلت لكم تما فين كيلقى الراحه ديالو. قال لكم كتب واحد العائله وضاخره من اليوتيوب
داك الشيء انا كما كتشوفوا في الفيديو كنت كنطلب منكم دخلوا تابونا في لاشين ديالو دعموه وقولوا لي رانا من طرف رانيا حيت هذاك هو داكشي هو اللي باغي ما باغيش مقابل مادي ولا مقابل باغي داكشي معنوي باغي مقابل معنوي يحس بلي الناس كيشوفوه باغي يحس هو باللي كاين واحد الناس كيسمعوا الصوت ديالو المواضيع اللي كيدير راك شفتو صاب الويدي ديالو حتى كيشارك وصفات ديال الطبخ زعما قناه متنوعه والوالد ديالو اللي كنحييه من هنايا واحد الراجل اللي الله يعمرها دار وكيحماق على ولدو بواحد الطريقه زعما باينه في العينين ديالو والله ما نكذبش عليكم الله يسمح لينا من الوالدين البنات الله يسمح لينا من الوالدين زعما كنحييهم من هذا المنبر كنحييهم بزاف لهو الام ديالو تبارك الله عليهم والله العظيم زعما كما قال باه الوالد ديالو قال كيحارب الاميه بهذا يوتيوب كيتعرف على ناس جداد داكشي علاش هو باغي يكمل في هذا اليوتيوب هو قال لك انا كاب زعما ما كنتسناش المقابل المادي من هذا اليوتيوب هو باغي غير ولدو يكون فرحان حيت كيشوفو كيكون حال الكاميرا وكيهضر وكيعبر على داكشي اللي داخل ديالو كيحس بولدو فرحان الوغ داكشي اش كنطلب منكم انا دخلوا تابوناو في لاشين ديالو وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالو ولا عجبكم الفيديوهات ديالو حتى هو خليو ليه لي لايك ساندوه هو ما محتاج لا دم سمحوا لي لا دعم مادي لا حتى حاجه باغي غير القناه ديالو توصل بزاف ديال الناس وحتى اليوتيوبرز واللي معروفين باغيهم يجيو عنده يفرحوا يفرح بهم كم شو كيفاش رحبت بين الوليده ديالو زعما مدهوصه شكرا ليها وسمحي لنا حيت عذبناك معنا وهذا الفيديو كنوجهو للناس اللي كيتفرجوا فيا وكنقول لكم من هذا المنبر باللي هذا الفيديو هاد الاشهارات كاملين اللي داخلين راه هو يكونوا على ود سليم ومينتو وداكشي اللي غادي يكون لا غيدخلوا لي هذا الفيديو اي حاجه غتدخلني غادي نعطيها ليه هو يشري بها شي حاجه يعاون بها راسو يشوف هو داك الساعه يختار شنو يدير بها داكشي اش بغيت نقول لكم حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو بزاف 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 باش يوصل بزاف ديال الناس باش نعاونوا سليم انا ما كنطلب منكم لا تعطوا لي فلوس لا حتى حاجه انا هادشي ما كندخلش فيه نهائيا وما عمري غندخل فيه انا هذا الفيديو لي فيو ديالو او نسبه المشاهده ديالو غادي يكون الفلوس اي حاجه غتدخلها دخلت 1000 درهم دخل 100 درهم دخل 50 درهم اي حاجه دخلها غادي نعطيها لسليم نعاونوه بها يشري بها داكشي اللي باغي شوفوا هو ديك الساعه شنو باغي يشري وشريوا ليه بها وبارطاجيو هاد البنات بارطاجيو هاد الفيديو البنات باش يوصل بزاف ديال الناس وديروا جيم الى عجبكم وخلوا دي كومونتير زوينين لتحت ودخلوا عند سليم حتى هو خليو ليه كومونتير في الفيديو اللي حتى هو غادي يحط وتهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى ومازالين كاينين بزاف ديال المفاجات في هاد الفيديوهات الجايين هاد 2020 ان شاء الله غادي يكون فيها فيديوهات اللي غادي يكونوا ان شاء الله زوينين تسناو كاين بزاف ديال المفاجات خليكم معنا وتهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى باي باي